دكتور إيهاب، يعني حضرتك دكتور رمد، دكتور عيون، راجل عيون. ايه اكتر الاستشارات اللي بتيجي لحضرتك من خلال السوشيال ميديا؟ هو بصراحه دلوقتي بمناسبه الكورونا، يعني اول حاجه الناس بتسال عليها كتير، لو دخل في عيني كلور او كحول وانا بعقم او انا بغسل ايدي، او لو في اطفال بيلعبوا مع بعض وفي نقطه كلور او كحول طارت في العين. دي بصراحه برضو انا عايز انوه عليها جدا من خلال البرنامج، يعني ما فيش داعي للقلق. هو الكلور او الكحول ماده بتعمل تاكل للانسجه، يعني لو طارت في العين بتاثر على القرنيه بشكل او باخر، المفروض بنغسل العين باستمرار. وبقى بقول لهم بقى لو في على الواتس او حاجه بيبعتوا لي صوره الاصابه، ممكن اديله اقول له اسم اطرى حاجه امنه يعني للموضوع ده. وتاني حاجه طبعا اعراض الكورونا اللي بتاثر على امراض العيون. ما هو بصراحه نسبه ان العين بتاثر في امراض في مرض الكورونا اقل من 1% بصراحه، يعني. لا، ازاي بتاثر يا دكتور؟ معلش، ازاي بتاثر على امراض العيون؟ وضحها. بتعمل زي بالظبط زي لو حضرتك كده جالك دور برد، بتلاقي فيه احمرار في العين وفيه زي افرازات شبه الميه كده يا فندم، بدون عمص بدون حاجه. دي اكتر حاجه ممكن تاثر على العين، اللي هو لو كان لا قدر الله كورونا، بس نسبتها اقل من 1%. لو واحد طبعا جاله برد واعراضه شديده شويه وجاله التهاب في عينه، نبدا نشوف شويه، يا ريت يروح يكشف الافضل. لو في طبعا مصاحب معاه ارتفاع درجه الحراره او حاجه، يبدا يعزل نفسه شويه لحد ما يوصل للدكتور يعني.